السلام الله عليكم اصدقائي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنديروا جومون فالي في تنسيل مات بريمير اني كوليج، والصفحه ديالنا اللي هي 177. الدرس هو مقبل هو الباراليلوغرام. اذا قالوا لينا ا بي سي تي ان باراليلوغرام، الوغ لا ميزور ديال لونغل دي سي بي اي ايغال ا، كي الميزور. اذا هنايا باراليلوغرام كنعرف ان الباراليلوغرام كنرسموه عنده مستقيمان متقابلان متقايسان متوازيان. اذا هذا ا بي سي دي، قالوا لنا بانه باراليلوغرام. هذا كيعني ان القطعه ا دي كتساوي القطعه بي سي، هذه القطعه ا دي كتساوي لنا القطعه بي سي. ولكن هما علاش كيهضروا دابا؟ كيهضروا على الزوايا. دابا بغينا الزاويه دي سي بي، فين هي دي سي بي؟ اذا هاد الزاويه هادي في الباراليلوغرام كيكون عنده زوايا متقابله امالها ومتقايسه، صافي. هادو هما الخصائص ديال الباراليلوغرام. اذا دي سي بي كتقابل هاد الزاويه اللي هي دي ا بي، إذن عندهم نفس القياس. غادي نجي هنا الشكل ديالي، غادي ندير لا ميزور دو سي بي و سي بي لا، إذن هذا خطأ، ماشي بون ريبونس. واش لا ميزور ديال بي أ تي؟ وي بي أ تي، إذن هذا هو لا بون ريبونس، هذا موفي ريبونس. تمشي السؤال الثاني. إذن عندنا السؤال كيقول لي ا بي سي تي اي ان باراليلوغرام، وغنعاودو نرسمو هاد الباراليلوغرام لان الهضره كلها مع الباراليلوغرام. إذن هذا قلنا بانه باراليلوغرام، ملي كنبغي ندير تسميه ديال الباراليلوغرام الا بديت هنا ا جيت هنا درت بي، إذن غادي نكمل الدوره ديالي، يعني بقى غادي الدوره بحال هكا ا بي سي تي، حيت التسميه في الباراليلوغرام راه مهمه بزاف. إذن قال لك هاد الباراليلوغرام واش الاسي المستقيم الاسي والبي دي عندهم نفس الميليو؟ ها اذا ها الاسي وها البي دي واش كيكون عندهم نفس الميليو؟ وي كيكون عندهم نفس الميليو اللي كنسميو حنايا ياش هو لو سونتر ديال الباراليلوغرام، هو نفس الميليو. وي اذا لا بون ريبونس ديالي هذا مزيان. نديرو ليه هنايا وجه ضاحك، علاش؟ لأنه بون غيبونس. غادي نجيو لهنا الأسي والأدي، الأسي والأدي واش عندهم نفس الميليو؟ معندهمش نفس الميليو، فوق، إذا كتابة خاطئة. البي دي والبي سي، البي دي والبي سي تا هو معندهمش نفس الميليو، إذا لا بون غيبونس هو اللول. وهادو بجوج نديرو عليهم وجيه مالو حزين مقلق، زعما مكضحكش عليا. نديرو ليه الشعير تا هو. شي سؤال ثالث. اذا السؤال الثالث كيقول لي دو دياغونال دان كادريلاتير زون لو ميم ميليو سوف بور دير سي. اذا الا كان عندنا لو دياغونال، شنو هما لو دياغونال؟ لو دياغونال هما الاقطار. اذا كانوا عندنا الاقطار ديال واحد الرباعي، كتبوها هنا الاقطار، عندنا الاقطار ديال واحد الرباعي عندهم نفس ياش المنتصف، عندهم نفس المنتصف، شنو غادي نقولوا عليه؟ واش غادي نقولوا بانه باراليلوغرام ولا ريكتونغ ولا ليزانج؟ عندهم ميم ميليو دو ديامتر سيفيكونتيتي. اذا هنايا عندنا جوج ديال لي دياغونال. اذا مثلا باراليلوغرام عندنا هنايا، هذا هو الباراليلوغرام، قلنا بان كيكون عندهم لي دياغونال ديالو، دياغونال عنده هو هذا كيتسمى دياغونال وهذا كيتسمى دياغونال. اذا هادو كيتسموا ياش عندهم ميم سونتر؟ وي. غادي نجيو عند ريكتانغل. اذا لو ريكتانغل عندنا لي دياغونال ديالو كيكونوا ايغو وكيكونوا متقاطعين في نفس النقطه، اذا كيكون عندهم لي دياغونال ديال الكادريلاتير عندو حتى هو نفس السونتر. اذا الكادريلاتير ديالنا هذا لي ريكتانغل داير بحال هكا، اذا حتى هو كيكون عنده نفس
سونتر وي يبقى لنا هذا لوزانج. اذا لوزانج عنده واحد دياغونال كبير وواحد دياغونال صغير وكيكونوا بيربونديكولير في واحد ميم سونتر. اذا حتى هو عنده ميم سونتر وي. اذا كلهم هنا لي دياغونال دو دياغونال دان كادريلاتير زون لو ميم سونتر سوف بور سوف بور دير سي. اذا باش نقولوا بلا ما نقولوا بانه راه باراليلوغرام يعني سوف ما نحتاجو غير نقولوا بانه راه باراليلوغرام. اذا هذا هو لا بون ريبونس. راه هما كلهم عندهم نفس الميليو غير الباراليلوغرام كيجمعهم كاملين. قد يكون مستطيل قد يكون معين قد يكون مربع صافي. اذا نمشي للسؤال الموالي. اذا عندنا هنايا لي دياغونال دان ريكتانجل. شنو هما دياغونال؟ حنا هضرنا على دياغونال قلنا هما الاخطر. اذا الدياغونال ديال لو ريكتانجل كيفاش كيكونوا هذوك الاخطار ديال داك المستطيل كيفاش كيكونوا؟ اذا الخصائص ديالهم هادشي راه قريناه في المستوى السادس ابتدائي ودابا راه حنا كنعاودوه في الاولى اعدادي باش نثبتوه مزيان. اذا قلنا كيكونوا الصون باراليل واش كيكونوا هاد الاقطار هادو باراليل يعني متوازيان اولا كيكونوا بيربونديكولير كيكونوا متعامدان اولا زون لا ميم ميزور ولا كيكون عندهم نفس القياس. اذا شنو كنعرفوا على لي دياغونال ديال المستطيل؟ ما كيكونوش باراليل. اذا هذا فو ريبونس. ما كيكونوش بيربونديكولير حيت الا كانوا بيربونديكولير غادي يوليو مربع. اذا حتى هذا فو ريبونس وكيكون عندهم نفس الميليو هذا هو الجواب صح. اذا كيتقاطعوا في نفس النقطه. اذا سؤال رقم 5 ان باراليلوغرام دون لي دياغونال سون بيربونديكولير اي اوبليغاتوارمون. عندنا واحد المتوازي الاضلاع اللي كيكون فيه لابد خاص يكونوا الاقطار ديالو مالهم متعامده اوبليغاتوار متعامدان. اذا الاقطار خاصهم يكونوا متعامدان اي اوبليغاتوار يعني ضروري ومؤكد خاص يكونوا الاقطار ديالو متعامدان. اذا شكون هما فهاد لي باراليلوغرام اللي عنده الاقطار ديالو متعامدا وضروري خاص يكونوا متعامدين؟ اذا هنا غادي نجيو لعند المربع. شنو كنعرف المستطيل شنو كنعرفوا عليه؟ كنعرفوا عليه انه الاقطار ديالو مالهم كيكونوا متقايسين ولكن ما كيكونوش متعامدين. غنجيو عند لوزانج. اذا لوزانج حتى هو كنعرفوا بان الاقطار ديالو ضروري خاص يكونوا ياش متعامدين. فوالا اذا لوزانج غنديروا بان لوزانج عندنا صح هو. وكذلك بالنسبه للمربع حتى المربع كنعرفوا بانه حتى هو عنده الاقطار ديالو مالها حتى هي كتشكل زاويه قائمه وضروري انه يكون عنده زاويه قائمه. وبالتالي غادي نقول الاجوبه الصحيحه ديالي اللي هو لو كاري والمعين. هادو هما لي بون ريبونس ديالي بجوج. عندي هذا وعندي هذا. مي هذا كيكون عنده الاضلاع ديالو هما سيكونت يعني كيكونوا متقاطعين في واحد النقطه. اذا هادشي اللي كيمشيو السؤال الموالي. اذا السؤال كيقول لي ان باراليلوغرام في واحد متوازي الاضلاع لي دياغونال سون بيربونديكولير كيكونوا الاقطار ديالهم متعامدين اي دو ميم لونغور وكيكون عندهم نفس الطول اي اوبليغاتوارمون يكون ضروري خاص يكون عندهم نفس الطول. واش هو ريكتونغل واش هو لوزاج واش هو كاري؟ قبيله قلنا بان هاد الريكتونغل ما كيكونوش عنده لي دياغونال بيربونديكولير اذا ما كيكونوش الاقطار ديالو متعامده قلنا كيكونوا متقاطعه. اذا هذا موفي ريبونس ما صالح ليش. دابا غادي نجي عند لوزانج. لوزانج كنعرف بان عنده الاقطار لوزانج ديالنا عنده لي دياغونال هادو اللي كيتسموا دياغونال كيكونوا متعامدين ولكن ماشي ايغو ماشي قد قد. اذا كيكون القطر كبير وقطر صغير. هنا قالوا لينا عندهم ياش ميم لونغور كيكون عندهم ميم لونغور. اذا هنا كنهضر على هذه الحاله كنهضر على المربع. اذا المربع هو اللي كيكون عنده الاقطار ديالو متعامدين وكيكونوا متقايسين واوبليغاتوارمون خاص يكونوا متعامدين ومتقايسين. اذا الحل ديالي
هو لو كاري. إذا لو كاري هو لا بون ريبونس ديالي. هذا موفي ريبونس ونديرو عليه دونك. السؤال رقم 7: سي لي دياغونال دان ريكتانجل سون بيربونديكولار الوغ سي ان ليزانج. الا كان عندنا لي دياغونال، لي دياغونال قلنا هما الاقطار، اذا كانوا الاقطار ديال واحد الرباعي، اقطار واحد الرباعي، رباعي سون مالهم عمودين متعامده، اذا كانوا الاقطار متعامده ديال واحد الرباعي غادي نقولوا بانه معين. واش غنقولوا بانه معين؟ واش وي واش نو ولا اون نو بو با سافوار؟ حنايا كنعرفوا الخصائص ديال المعين، اشنو كنعرفوا عليه؟ كنعرفوا ان عنده لي دياغونال هما اصلا كيكونوا متعامدين، غير هما كيكون مثلا دي كبيره لو دياغونال كبير كيكون مخالف مع لو دياغونال صغير، ما كيكونش عندهم ميم ميزور، ما كيكونش نفس القياس، صافي ما كيكونوش ميم ميزور، ما عندهمش نفس قلنا القياس. وبالتالي هما شنو طلبوا منا؟ طلبوا منا انهم يكونوا متعامدين. واش هما متعامدين؟ اذا غاد لا بون ريبونس ديالنا وي متعامدين، ولكن هذا خطا وهذا ما يمكن ليش انا نقول سافوار، انا عارف بانهم متعامدين لان المعين كيكون عنده الاضلاع ديالو متقايسه ولكن الاقطار ديالو كيكونوا متعامدين. جيد، اذا هادشي اللي كاين في هاد الصفحه هادي. ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ونضربوا لكم موعد ان شاء الله في تمارين وحدين اخرين. اذا سكويلا طوب كتسلم عليكم، خليناكم على خير، السلام عليكم.